تحت التراب. فأي عيد نعيد وأبناؤنا تحت التراب؟ لما نطالب في القصاص من القتلة يتم اعتقالنا ويزج بنا في السجون. أين العدالة؟ أين الحقوق الإنسان الذي تتكلم عنه؟ أين العالم الذي تغفل عن هذا البحرين المظلوم الذي يطالب بأبسط بحقوقه؟ إلى متى هذا السكوت؟ إلى متى هذا الصمت؟ كفى، ولكن أعلموا سوف يأتي يوما وهذا الشعب سيأخذ بحقه ولن يتنازل. ولكن لا نقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل. والسلام عليكم أحبتي جميعا ورحمة الله وبركاته.